السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام في قناتكم قناة YTDZ لأهم أخبار الجزائر اليوم. اليوم متابعينا الكرام لدينا لكم تفاصيل وحقائق جديدة حول لماذا الجزائر لم تستدين من الدول الأجنبية وأنها لم تقرض من صندوق النقد الدولي. أعزائي المشاهدين، أعطيكم معلومة مهمة جدا. هذا صندوق النقد الدولي هو مؤسسة دولية تم إنشاؤها من طرف الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وما إلى آخره، وهو صندوق أو شركة أنشئ لأن يحقق مصالح الدول الغربية فقط. بالنسبة للدول العربية والأفريقية فهي تعاني بشكل كبير لحظة استدانتها من هذا الصندوق، ومن يقومون بالاستدانة منهم كأنهم وقعوا في فخ كبير ومسيدة. بالضبط ستكون على الدولة المستدينة من دول لنعرفها جميعا التي ليست أوروبية وغربية مثل الدول العربية قيود وحصار اقتصادي كبير جدا يؤدي إلى استعباد تلك الدولة حرفيا. يعني باختصار صندوق النقد يخدم مصالح الدول مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا، أما الدول مثل الجزائر فليس من مصلحتها إطلاقا الاستدانة من هذا الصندوق. والجزائر كشفت اللعبة منذ فترة طويلة، لكن دعونا نشاهد حال الدول التي استدانت من صندوق النقد الدولي اليوم. ولدينا مصر. مصر الآن تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جدا ولديها عقوبات. لدينا أيضا المغرب. المغرب الآن ليس لديه سيادة كاملة على أراضيه ومقيد بقرارات، وإذا قرر الخروج عن الصف فسيفرضون عليه عقوبات ويسيطرون على المناء التجارية المغربية لأن بينهم اتفاقية طبعا. يعني مثلا المغرب يتسلف مليار دولار من صندوق النقد، فإذا قام بمخالفة وعوده أو لم يرجع الأموال في المهلة المحددة سيستولي صندوق النقد الدولي على ممتلكات مغربية ومصادرة أسهم في الخارج. لذلك نشاهد دائما الجزائر هي أكثر دولة شجاعة وتتكلم بكل ثقة في مجلس الأمن لأنها ليست مقيدة بالمديونية الخارجية. يعني أعطوني أعزائي المشاهدين دولة عربية واحدة تتكلم مثلما تتكلم الجزائر في مجلس الأمن بحرية وبشجاعة. لن تجدوا هذا الأمر مستحيل لأنهم كلهم وقعوا في فخ الاستدانة. بعد قليل متابعينا الكرام راح نشوفوا مع بعض الفيديو لرجل خبير اقتصادي يشرح لنا المزيد من التفاصيل سبب عدم إقدام الجزائر على الإدانة من صندوق النقد الدولي. في الأخبار أيضا لدينا تفاصيل جديدة حول مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وكما نعلم سقطت مروحية الرئيس ومات في الحين، ولكن التساؤلات ما زالت تدور إلى غاية يومنا هذا. هل كان حادثا عاديا بسبب تغير المناخ وانتشار الضباب الكثيف في المنطقة الجبلية التي سقطت فيها المروحية، أم أنها كانت عملية مدبرة لها من طرف أعداء إيران في الخارج؟ الحقيقة اليوم لدي لكم تفاصيل جديدة تؤكد أنها كانت عملية اغتيال مدبر لها من طرف مخابرات خارجية وليست حادثة عادية، وسأنشر معكم الحقائق بعد قليل متابعين الكرام وبالدليل وبالتفصيل. وفي الأخبار أيضا هنالك علامة صينية لصناعة الحافلات تستعد لدخول السوق الجزائرية. أيضا لدينا توقيع 3 اتفاقية في إطار إنجاز مركب إنتاج الحليب المجفف بين الجزائر وقطر. أيضا سنعرف تفاصيل جديدة حول إنقاذ القوات البحرية الجزائرية لقائد السفينة التركية الذي أصيب بأزمة قلبية في عرض البحر، وتدخلت الجزائر لإنقاذ حياته وكاد أن يفارق الحياة لولا تدخل عناصر الإجلائي والإنقاذ الجزائرية في اللحظات الأخيرة. أخيرا لدينا الصحافة الإسبانية تتكلم وتخرج عن صمتها عن الهجرة المركبة بصفة كبيرة وضخمة. الصحف الإسبانية الآن جميعها تتكلم عن هذا الموضوع وتحاول أن تعرف الحل والسبب. الصحافة الإسبانية غاضبة بشكل كبير الآن وتقول أنها تدفع أموالا كثيرة وكبيرة للمغرب بالمليارات من الدولارات من أجل التصدي للهجرة سنويا. وفي النهاية نشاهد تقاعس ولا مبالاة من طرف السلطات المغربية وحرس الحدود ويسمحون للمهاجرين بالدخول، فهذا ما تقوله الصحافة الإسبانية. وبعد قليل سنشاهد المزيد من التفاصيل. كانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يومنا هذا. قبل أن نذهب إلى التفاصيل من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب، فهذا يدعم القناة كثيرا ويشجعون على تقديم المزيد. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. يعني أعزائي المشاهدين هنالك الكثير من المتابعين الجزائريين يتساءلون فيما بينهم لماذا لا تقوم الجزائر
بالاستدانة من المؤسسات الدولية ومن صندوق النقد الدولي. في الحقيقة عزيزي المشاهدين، هذا صندوق النقد الدولي كما شرحت لكم في بداية الفيديو هو فخ بالنسبة للدول الغير الغربية. يعني على سبيل المثال الجزائر لو استدانت من هذا الصندوق سيستعبدونها حرفيا ويستولون على مؤسساتها الدولية وستدخل في إفلاس مع مرور الوقت، كما ستسمعون ما يقوله هذا الخبير الاقتصادي ويشرح السبب الحقيقي لماذا لا تقوم الجزائر بالاستدانة من هذا الصندوق الماكر. الجزائر بترفض تماما الاستدانة من صندوق النقد، بالرغم من ان الاحتياطي بتاعها تراجع من 180 مليار دولار في 2014 بقى 62 مليار دولار في 2019. طب ليه الجزائر بترفض الاستدانة من صندوق النقد الدولي؟ لان الجزائر في الثمانينات لها تجربة سيئة جدا مع صندوق النقد الدولي، فرض عليها وقتها الصندوق شروط قاسية جدا، الشروط دي سببت في قفل 800 مؤسسة حكومية وطبعا تسريح الاف العمال. وهم بقى من وجهة نظرهم شايفين ان البرنامج الاقتصادي الاصلاحي اللي بيطلبه الصندوق بتكون شروطه قاسية جدا، زي خفض الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن السلع والخدمات والخصخصة وتخفيض قيمة العملة، وبعد ما الصندوق يوافق على البرنامج بيراقب تنفيذ الحكومة للشروط اللي هو طلبها، وده بيعتبروه تدخل في السياسة الاقتصادية للدولة. لكن الجزائر دلوقتي في آخر تقرير صدر عن إبريل 2024 من صندوق النقد الدولي نفسه تعتبر أقوى ثالث اقتصاد أفريقي، ونسبة النمو حوالي 3.8 في 2024، وأسباب النمو الاستثمار الزراعي والصناعي وارتفاع أسعار الطاقة، لأن إحنا كلنا عارفين إن الجزائر من العشر الأوائل عالميا في الإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي. بس كده أيضا متابعينا الكرام، في سنة 2024 السنة الجزائرية بامتياز، وهذا بفضل فيصل فؤاد معلى صاحب صفحة الجزائر الخضراء الذي يقوم بغرس الأشجار ويشجع الشباب الجزائريين على هذه الفكرة الذهبية. أيضا لدينا فيصل أوشان المعروف بالترويج للمنتجات الجزائرية، هؤلين الشخصين من المفروض أن يكرموا على أنهم شخصية السنة في الجزائر لسنة 2024 لأنهم قدموا الكثير للجزائر وللجزائريين، كما ستشاهدون ما سيقوله فيصل أوشان المعروف بالترويج للمنتجات الجزائرية في هذا الفيديو. السلام ورا رجالي مان ان ديزاد 2024 اكوتي موا 2024 سي لاني مونديال دو لالجيري سي سكو سا فا دير 2024 سي لاني مونديال دو لالجيري سا فا دير كو توت لا تير انتير اون فا ريغاردي لالجيري لي فروي كي فون سورتير لي ليغوم لي غلاس لي كريم لي بومب أيضا متابعينا الكرام، هنالك الصحافة الإسبانية بدأت تتكلم عن الهجرة الجماعية للمهاجرين أو الحراقة المراكة الذين يقومون بالهجرة من الأراضي المغربية نحو سبتة المحتل من طرف إسبانيا. الصحافة الإسبانية تقول نحن ندفع للمغرب سنويا للتصدي للهجرة الغير الشرعية لمواطنيه، وفي السنوات الأخيرة يقومون بدور نشط للغاية، فمن هنا نفهم أن حرس الحدود المغربي يحرس حدود سبتة الإسبانية اللي هي من المفروض محتل أراضيهم، فالمغرب الآن يقوم بحراسة إسبانيا بسبب احتلالها الأرض المغربية، يعني شيء في غاية الغرابة. أما في الأخبار الجزائرية متابعين الكرام، هنالك نتمنى أن يصل نداء هذا الفلاح من أولاد سليمان في ولاية باتنا المعروفة بأكبر محيط لإنتاج المشمش في الجزائر. الفلاح يطالب السلطات برفع التجميد عن مشروع سد ثابغارت قصد سقي أشجارهم التي تموت سنويا بسبب العطش. حرام المياه تذهب مهب الرياح في هكذا منطقة فلاحية تعاني الجفاف، كما ستشاهدون وتسمعون ما يقوله هذا الفلاح وندائه للسلطات الجزائرية. بسم الله ما شاء الله، من المؤسف خيرات كبيرة كيما هذه راهي تروح مهب الريح. للأسف حنا عندنا دراسة تاع سد تاع واد تابقارت، هاكم تشوفوا الخير الله يبارك راهو يروح هكذاك مهب الريح. هذا فرد واده اللي هم كاين زوج ويدان، كاين واد تابقارت وكاين واد راس العيون، هذا تاع واد راس العيون برك. يعني رانا نتخيلوا لو كان يتواسى سد فراح تولي البلاصة هذه. مع العلم انه ولاد سليمان هي المنتج رقم واحد للمشمش من حيث الجودة، يعني جودة تاع مشمش تاع ولاد سليمان راهي الافضل، ماشي نقولوا بالك في الجزائر وفقط بالك عالميا. راح تجيب السكل. ايضا متابعينا الكرام، لدينا لكم تفاصيل خطيرة وجديدة بخصوص اغتيال عملية اغتيال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وسقوط مروحيته في قبل اشهر من الان، حيث أن هنالك كما تشاهدون في هذه الصور
الرئيس الإيراني الراحل رئيسي استخدم جهاز النداء يثير التخمينات جديدة، حيث اكتشف بعض مستخدمي الإنترنت أن الرئيس الإيراني الراحل رئيسي استخدم جهاز النداء عندما التقى بنائب رئيس وزراء أوزباكستان ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في عام 2022. وقد أثار هذا الاكتشاف تكهنات جديدة حول سبب وفاة رئيسي، وفي 19 مايو تحطمت المروحية التي كان يستقلها وآخرون في منطقة جبلية شمال غرب إيران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها. يعني كما نعلم في هذه الأيام كان هنالك تفجير كبير جدا وواسع لأجهزة البيجر من طرف المخابرات الإسرائيلية في لبنان، وكانوا يستهدفون عناصر حزب الله. وكما نشاهد في هذه الصورة الرئيس الإيراني يستخدم نفس الجهاز، فهل سيكون هذا الجهاز هو من تفجر في المروحية مما أدى إلى سقوطها ومقتل الرئيس الإيراني؟ هذا متابعين الكرام يبقى سؤال، وأنتم اكتبوا لي عليكم في التعليقات حول هذا الموضوع، كيف ترون عملية سقوط المروحية الرئيس الإيراني؟ هل ترون أنها عملية اغتيال أم أنها حادثة عادية؟ أيضا متابعين الكرام، بعد مشاهدة هذا الفيديو يمكن للجزيرين أن يتباهوا بأنهم كانوا دائما إلى جانب الصحيح من التاريخ، وأنهم ساعدوا ودعموا دائما الأشخاص الذين يواجهون الصعوبات. أرض الرجال الأحرار، تحية الجزائر، كما ستشاهدون وتسمعون ما يقول هذا المواطن الإفريقي للمساعدات التي تلقاها من طرف الجزائر والجزائريين في حياته. Voilà, famille, je fais cette petite vidéo pour remercier les DZ parce que, comme vous savez, moi je suis congolais de Kinshasa, tu vois. Et le président algérien, mes frères et sœurs, vous avez vu ce qu'il a fait. Franchement, c'est là que c'est pour ça. Que, en fait, ce que les DZ, ce que l'Algérie est en train de faire, c'est pour ça que je vous ai dit, les Algériens, ils sont à part. Faut pas les mélanger. Dans le côté rebeu, ils sont à part, tu vois. Parce que regarde, même chez nous, entre noirs, on sait pas regarder. Il y a la guerre là-bas à Kinshasa. Moi je vous ai pas dit, mais j'ai un côté Kinshasa, tu vois, je suis un côté congolais Kinshasa. Et on souffre là-bas, tu vois, il y a des morts et tout ça et tout. Moi j'ai ma famille, il y en a, ils ont fui de là-bas et tout ça, ils sont en Angola, ils ont fui. Ils ont besoin de l'agra et de l'aide humanitaire. Les DZ, ils ont envoyé, le président il a validé, il a envoyé de l'aide humanitaire. Des propres Renault, ils envoient pas, mes frères et sœurs, je veux pas citer les pays, mais tous les pays Renault, ils ont même pas envoyé. C'est des DZ qui envoient, mes frères et sœurs, vous avez vu? Et puis vous vous dites, ouais, les Arabes, c'est des racistes, ouais, nanani, c'est vous les racistes. Ils ont validé l'envoi, ils ont envoyé voilà l'aide humanitaire, mes frères et sœurs. C'est les premiers à avoir fait. Bref, il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui a donné ne serait-ce que même un paquet de pâtes, rien. Ils laissent crever les frérots de Kinshasa, mes frères et sœurs. Kounia Mamanzot, vous n'êtes pas des hommes. Arrêtez de الآن متابعين الكرام، دعونا نعرف المزيد من التفاصيل حول عملية الإنقاذ التي قامت بها الفرقة الجزائرية وإنقاذها لقائد السفينة التركي الذي أصيب بأزمة قلبية. وزارة الدفاع الجزائرية تخرج ببيان وتقول القوات البحرية تنفذ عملية إجلاء صحي لبحار من جنسية تركية. المركز الوطني لعملية الحراسة والإنقاذ في البحر يتلقى اليوم 18 سبتمبر 2024 على الساعة 11:50 صباحا طلب صادرا من طرف مركز التنسيق لعملية الإنقاذ في البحر بأنقرة متعلق بإجلاء صحي مستعجل لبحار من جنسية تركية يبلغ من العمر 67 سنة، عضو طاقم السفينة التجارتي المسماة سيفتري الحاملة لراية ليبيريا إثر تعرضه لأزمة قلبية ووجوده في حالة حرجة. المركز الوطني لعملية الحراسة والإنقاذ في البحر وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعملية الحراسة والإنقاذ في البحر بججل بالناحية العسكرية الخامسة، قام المركز الوطني بتفعيل عملية الإجلاء الصحي في البحر عبر إقحام حوامة البحر والإنقاذ من نوعي AS-12 التابعة للسرب 560 لحوامة البحث والإنقاذ بعد تحديد موقع السفينة. تم إجلاء البحار التركي على جناح السرعة إلى مستشفى الحجار لتلقي الإسعافات الأولية ليتم تحويله بعدها إلى مؤسسة الاستشفائية الجامعية ابن رشد بعنابة من أجل تلقي العلاج اللازم. وبهذا نكون أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وسألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.